واحد الشرفه كدور في لندن واللي شافته كتقصده وكتقول ليه الله ينعل طواسن امك، وحتى واحد ما فهمها ولا داها فيها الا واحد جاوبها وقال ليها وصرحي فمك راكي مرا كبيره زعما. قالت ليه جابك الله وريني دار ولدي، راني خمسه السوايع وانا موضره هنا حريره كاع. واحد خيلة تزوج، دازت واحد سيمانة وقلت عيط لأمو قلت لي شوف أوليدي رد بالك من نساب، النساب راه ما فيهم ثقة. قال لها ما تخافيش الوالدة، راه أنا اللي واقف على الشغل، أنا اللي ندخل الكوزينة وأنا اللي نطيب أنا اللي نجفف أنا اللي نصب ونغسل المواعن نعجن ندير كل شيء. وهي تقول لي أمو صافي أوليدي صافي، اللي عطى الله عطاه. هذه واحد المرأة كانت مع صاحبها في الدار شويه ويدق راجلها، وهي تقول يا ربي السلامه درك اش غادي ندير، ما كرهتش هذا العاشق ديالي ما كرهتوش يغبر لي الاثار. هو يخرج لها واحد الجن قال لها بغيتيني نغبروا لك؟ قالت لي ما كرهتش. قال لها عندي واحد الشرط. قالت لي شرط؟ قال لها غادي تدوزي عامين وغادا تموتي غرقانه في البحر. قالت لي صافي مشات هي هذيك هو يغبروا. دازت واحد عامين جاو عند صحاباتها قالوا ليها بغيناك تمشي معنا الرحله للبحر في واحد البانكو كبير وفي 200 وحده. وهي تقول مع راساتها قالت ادرك واقيلا داك الجن غيكون عاكذب عليا اصلا غيكون مساق. مشات معاهم هي هذيك تمو غادين شويه ويوقف على الجن قال لها راه كنسالك شي حاجه ودرك راه جا الوقت اللي غادي نغرق فيه هاد الباخره كامله. وهي تقول لي شوف انا درت الذنب ونستاهل العقوبه، ولكن درك هاد العيالات هادو اش ذنبهم؟ قال لها سكتي هادي عامين وانا كنجمع فيكم نتوما يا بنات الحرام. هذا واحد خينا جا الجوع ويمشي لواحد الريستو باش ياكل، وهي تبان لي واحد السيده كتحنزز فيه وطولات فيه الشوفه، وهي تجي لعندو قالت لي تراك فكرتيني في ولدي الله يرحمو كتشبه لي بزاف. قال ليها والله يرحمو. وهي تقول لي واش ممكن دير لي واحد الطلب الا كان ممكن؟ قال ليها الا كان في استطاعه. قالت لي غير ملي نكون خارجه قول لي بالسلامه الوالده. هي هذه قالت طلبتي على الموجود ملي خرجت ويقول ليها توا على نيتو بالسلامه. هو يعيط على الكارسون قال لي شحال عندي؟ قال لي عندك 1000 درهم. ويقول لي ديالاش هاد 1000 درهم؟ قال لي عشاك وعشا امك. وحده مخاصمه مع راجلها ويا تحت الغدا ويقول لها هو تعالي تغداي. قالت ليه ما قداش ما عندوش منين يدوز ليا. ويقول لبنته الصغيره اجا بنتي تغداي معايا. هي تقول لي لا بابا انا راه تغديت مع ماما في الكوزينه.